نهاركم سعيد، نهاركم مبارك. حلقة جديدة اليوم، حلقة جديدة من أفتح المايك. حلقة اليوم تختلف على الحلقة الثانية زي كل يوم. حلقة اليوم تجي في بند أنا حرة، أنا حرية، أنا خلاص كبرت، أنا كذا. فالموضوع هذا قصدي مسبب لنا مشكلة في مجتمعنا. لا يا بنتي، أنت عندك خوت، عندك بو، عندك أم. تو بتكلم أمها بتقول لها يام اليوم جانا في الجامعة دكتور مش ليبي، أعطانا محاضرة وقال أي بنت وصلت 18 سنة هذه مفروض تستقل بحياتها، خلاص ماش لي علاقة، ما فيش حد يحكم فيها المفروض. فإحنا هنا بنشوف ردة فعل الأم مع بنتها، وكيف بنت وكيف أمها هتتصرف معها وكيف تتعامل معها. أسمي بنقول لك جانا اليوم دكتور كي جاي من برا، باهي مش ليبي، جانا دكتور مش ليبي من برا، باهي في محاضرة، درنا محاضرة. المهم يحكي لنا هدرز معنا، قلنا كل واحد شنو قداش عمركم، يعني قلنا له فتنا 18، قال لي فات 18 خلاص هذا مفروض يستقل في حياته، ما عادش يدخلوا فيه، ما عادش يحكم فيه حد. باهي المهم على طريقة الأجانب تركية إن شاء الله. المهم فرحانة بهالكلام. غير استني. المهم البنات كلهم عجبهم الموضوع، وكلهم في اللي قال حتى معشني بنروح، باهيو في اللي قالت بنسافر وكي، باهيو. المهم في بنت قالت أنا بنجر حوش أنا، باهيو، ونخدم نقعد نخدم أنا، باهيو. المهم سمفع من نقعد أنا شادة فيها، قلت لي وقعدي معي نهارك لفود على راسك، نهارك لحرف، نهارك لفود على راسك، نهارك لحرف. روحي هنا تومدو في الدواء هذه علاش يا ماما؟ باهي والله حرك باهي، كان مشيتيلي على كلمتين محاضرة واحد من بس البنات هذه رد بالك تقربي، وانا فت 18 نهارك لسود على راسك، شو انت بتقتليني؟ عندها علاقات واحد في دول اجنبيه، واحد بوحده من ايطاليا، حاجه زي هيك فهمتني؟ باهي. المهم منش نسمعنا قال لنا كان تبوا تعيشوا مثلا تستقلوا واحد ونقدر نساعدكم فهمتني، ونخليكم تعيشوا برا ونشوف لكم مسكن ونشوف لكم واحد، ولا كان تبوا حتى تقعدوا في ليبيا فهمتني؟ المهم ناجروا لكم يديروا لكم راه، يعني كنت كنت كيف تتعلم العيشه بروحك واحد وتتكيف من غير العالم تاعك. هم روح الحوش تبع لازم ما هو اللي هو شنو اسمه، هو تو مداير ورقه لانه لازم يتوقع، يا ما توقعش بتريح الفرصه. انا الحق ما توقعش ما غير اسمعني الكلام اللي يقول فيه مقنع الحق، عجبني. ما توقعش على الورقه وروح للحوش من الاخير، راح نجيب لك من الصفحه الاخيره. هاي دكتور بايا الدكتور وبيكلمك. الو اسلمه ما يكلمنيش. الو الو ما رديش نكلمك، ما عنديش معاك دوله. الو الولد الولد استاذ 18 سنه راه اسمع 18 28، انا ولي امره ولا ايه؟ لكن هو المفروض يستقل بحياته. اسمع نعم لا، هو المفروض الولد يستقل بذاته بحياته. يستقل انت باش بتعلمني، انا اكبر منك سنة نعرف شنو بدي. حكي التليفون وخلي اعطيني التليفون. انا كلمني باحترام، انا دكتور. انت كملت المحاضرة شو نقولها البنت به؟ اسمعي انت كملت المحاضرة؟ مازال شوي. البنت هدية فوتيها ما تقربيهاش، هذه معناها هيك مادام افكارها محمومة وتبي تسممك حتى انت تجيبك للتانيات. با والبنات التانيات با انت غير روحي لما ندوي وياك هنا، يعني توك غير تحكي لي عصابي. وان كلمتي اختك ولا ابوك ولا شن قالك بيجيك هو؟
بنقعد معه حتى اسبوع. ايه ما تجننيش يعني، هاكي حاجه تفكه بالتليفون. لا هو الدكتور. اه تفضلي معك الدكتوره. الو اسلامة. الو. ايوه اسلامة اختي. هذا انت ده. نعم مين حضرتك؟ انا الدكتور، الدكتور علي. نعم الدكتور علي. يعني البنت هذه فاتت عمرها 18. لا محاضرة والله. اجتازت عمرها 18، فالمفروض تستقل بحياتها. انت كيف حتى مدخلينك الكلية وكيف تعطي في المحاضرات؟ انا نعطي في محاضرة واحدة في العام، فهذه مفروض تستقل بحياتها خلاص، هذه اجتازت 18 سنة. اعطيني بنتي خلي شوية حرية، اعطي شوية حرية لبنتك. شيطان اعطي شوية حرية لبنتك يا اختي. اي بنتك ايش بيها امك هذه؟ احنا في القرن العشرين. اعطيني بنتي كلمها. احنا في السنة 2020 احنا. هاي بنتك. شوف شوف واحدة واحدة يا استاذ بهدوء. الو لا احنا مش في الجامعة، احنا احنا برا الجامعة. اسمع قال لي جايك نارك احرف. ها ماما اسمعي اقسم بالله تدوي معاه واطلعي من المحاضرة هذه. تو نبعث لك اختك تروح بيك. الو شيلكم تو في الجامعة. الو حرفكم نار. الو ايوه السلام عليكم، كيف حالك اختي؟ انا معلش ماني بنتكلم مع حد، اعطيني بنتي. ايه 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 تنقول لك كيف حالك يا اختي؟ كيف حالك اختي؟ حالي باهي، كان يبعد علينا الشياطين اللي زيكم ماما. باه كويس. شوفي اختي تنشروا في الافكار دي. باي كويس. شوفي خلي نقول لك حاجة. أول حاجة أنا نهنيك ببنتك الباهية الطيبة الكويسة المؤدبة هذه. باهي رقم اثنين، أنا أشرف الشريف. باهي هذا برنامج اسمه أفتح المايك، هذا بنوروا كيف ننصح ولاداتنا وبنياتنا من هالكلام هالدوة صايرة، هي نحاولوا كيف ننقدوهم. ايه ايه عارف حرقنا لك دمك، لكن هذه رساله. انا مش مطمئنه بنت كملت الحاضره وخلعتني انت نبعث لها اختها تروح بها. لا غير فاهمك نقطه، انا الموضوع هذا نبغى ننصح ولاداتنا وبنياتنا لان الامور هذه صايره، فانت كيف كان ردت؟ هذا اللي نقصد. ايه ايه احنا لازم نوقف لهالمواضيع، هي يضحكوا على بناتنا ويضحكوا على ولاداتنا في حتى عبر التلفزيون ويقولوا لهم انك انت خلاص كبرتي ما فيش في حد لي علاقه بيك، وهذا مش هذا مش من عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا وديننا. بالعكس البنت لازم تسمع كلام امها ولازم تكون قريبه من امها وبيها خوتها، وهذه نصيحه احنا نبو نصيحه لكل بنت ليبيه ولكل ام ليبيه حتى هي تنصح بنتها وتوقف معها. احنا متاسفين جدا لكن الموضوع هذا كان لازم يصير باش ناخذ رده فعل الام اللي قاعده تخاف على بنتها. والله عشتوني يا عطيني كنت قاعده والله يا فكره هي بنتي تطلع تقول لي تخايلي تخايلي تقول لهم قال انا نطيح ممكن يا بنتك تاسف لك. اسفه مش مقلب هو. اقسم بالله جننتيني، مش ممكن بنت هبلت ولا شيء. ربي يحفظها لك، بالعكس بنيتك والله العظيم شفناها مؤدبه ربي يحفظها. وقالت ام وقالت وقالت قالت وقالت انا امي تخاف علي هلبه لانها هي شويه عايزه تصدق. قالت امي تخاف علي هلبه قالت لاني ما اشبح فيها ونعرفها بنتي نعرفها. ربي يحفظها وان شاء الله يحفظ ولاداتنا وبنياتنا. واسفين جدا يا اختي. قداش رقمها هو؟ 091 ايه 375 الو ايوه 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 ها استاذ ايوه تفضل شنو تبي منو حضرتك؟ كيف الحال باهي؟ ايوه تفضل منو انت؟ منو انت؟ شو الاخبار باهي؟ من حضرتك من تكون؟
احنا اول حاجه ما بوكش تضايق باهي، احنا نبو ننقلوا غير اسمع خلي نفهمك نقطه بس، احنا نبو ننقلوا انا اشرف الشريف با هذا ولدك ربي ربي يحفظه لك غير اسمع ربي يحفظ لا اي اب اي اب واي ام حريص حريص على ابنائها باش نسمع بالقدر الكافي صحيح صحيح بايو اما غير اسمع هي في النهايه على على المنشا والمبدا نتاع الاسره صحيح صحيح هذه حاجه الحاجه الثانيه الحمد لله رب العالمين احنا شو نسمع طبعا نتكلم لك على نفسي انا اللي قريب اكثر من 50 سنه ما نعرفش مركز شرطه بيدي عزه مع استاني ربي يحفظه ان شاء الله ان شاء الله تشوفها في اعلى المراتب وان شاء الله تشوفها كيف ما دماغه هو مليح انت عليك بتوصله وانت بتساعده والعليك بتديره والباقي عليه ربي وعليه هو والله اسمع كل اب يسعى بانه يوصل ابنه لاقصى درجات باش في القدر المطلوب صحيح شنو حسيت انت شنو حسيت في من وقت اللي انت انا غير اسمع يا ابن عمي شو خليني نقول لك حاجه لان تشويش تو تشويش دماغات الصغار والامور شكلها هي صحيح 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 فلما الواحد يتكلم معاي يوقع على ورقه وطلع شنو واستقلاليه ما استقلاليه انا شو اسمعني قاعد نشاور في بوي لليوم لقدوه هذا الصح الله الله عليك الله الله عليك ان شاء الله ربي يحفظ لكم الوالد وربي يبارك لكم ان شاء الله في صغيرتكم وان شاء الله ربي قدرنا ان احنا نوصلوا ابنائنا لافضل وافضل ما يمكن ان شاء الله بارك الله فيك استاذ سامحنا اخوي عادل لا ان شاء الله ما فيش مشكل يا اخي ما فيش مشكل شكرا لك واحنا نهنوك بهالابن الطيب هدايا بارك الله فيك بيعتذر منك هو معلش سامحنا يا ابوي سامحنا يا ابوي لا ما فيش مشكلة ودي روح ان شاء الله ربي يسترك روح ربي يحفظك ويعادل صحيح شكرا لك سادي شكرا شكرا لك شكرا هيا